الاهلي يتعثر مجددا، ولكن المره دي بخساره قدام غزل المحله في المحله في مباراه من اسوأ مباريات موسيماني. بقى لنا فتره عاملين نقول من اسوأ مباريات موسيماني، من اسوأ مباريات موسيماني، وكل حاجات وكل العوامل بتؤدي ان الاهلي بيتعثر كل مباراه، سواء بالتعادل او الخساره. الاهلي تقريبا في اخر 5 ماتشات ما كسبش غير ماتشين، ماتش المصري وماتش انبي، غير كده لا خساره ولا تعادل. هنتكلم النهارده في كل حاجه بالتفصيل عن الاهلي وعن موسيماني. بس طالما الحلقه دوست لك انزل اعمل لايك عشان توصل الحلقه لاكبر عدد من الناس. اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. موسيماني النهارده ما اكتفاش ان عنده غيابات وبيتنشأ عن لاعب اساسي او لاعب بيلعب في مركزه الحقيقي، ولكن النهارده دخل المباراه بتاليفه جديده. بدا محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ورامي ربيعه، محمد ده ناحيه اليمين، ولكن اللي كانت المفاجاه بالنسبه لي انه بيلعب رمضان بيكهام ناحيه الشمال. لماذا؟ انا لازم اقف عند الحته دي. ليه احمد رمضان بيكهام بيلعب باك شمال؟ يعني هو احمد رمضان بيكهام عارف يلعب باك يمين عشان يلعب باك شمال؟ بالعقل وبالراحه. يعني انت عندك احمد نبيل كوكا بقاله فتره بيلعب باك ليفت وكويس، الواد كويس وبيقدم لك، يا عم مش بيقدم لك 10 من 10، بيقدم لك 7 من 10، قدم لك 7 من 10. ولكن ليه بتقعده على الدكه؟ ليه بتقعده جنبك على الدكه؟ طب خلاص قعدت كوكا على الدكه، ليه ما بداتش بمحمود وحيد؟ الشوط الاول كله جناحات الاهلي ميته ميته. محمد هاني الناحيه اليمين عند حسين الشحات، حسين الشحات واخد الجبهه لحسابه وموتها تماما. ناحيه الشمال احمد رمضان بيكهام ما بيتقدمش اساسا، وحتى لو اتقدم مش هيفيد، مش هيفيد. اتنين بتوع نص الملعب ديانج والسوليه قدامهم قفشه على الشمال، طاهر محمد طاهر على اليمين، حسين الشحات قدام محمد الشريف. الونجات بتوع الاهلي ولا كانهم موجودين، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولا كانهم موجودين. كنت بفرج النهارده مع ناس صحابي، واحد صاحبي قاعد جنبي بيقول لي الكره لو بتروح لمحمد طاهر محمد طاهر خلاص بتتحط في عداد الموتى، الكره بتموت عنده. فانت لماذا الاداء ده بتاع الاهلي؟ انا اقول لك بقى لماذا، بسبب كذا عوامل. العوامل اللي كلها معروفه والناس كلها بتتكلم عنها والكليشيه هو ان التاثير بتاع الاهلي او الاهلي الاداء اللي هو فيه بسبب الغيابات وبسبب الاجهاد وبسبب ضغط المباريات، مفهوم تمام. ولكن فين بصمه المدرب في ارض الملعب؟ فين بصمه المدرب في ارض الملعب؟ النهارده الشوط الاول الموسيماني كان حسسنا ان ملعب غزل المحله واسع على لعيبه الاهلي. لان النهارده كنا بنشوف مساحات كبيره جدا ما بين اللعيبه ومن بعضها. لدرجه النص ملعب بتاع ديانج والسوليه كان محتاس، ولا عارف يلعب شغل هجومي ولا عارف يلعب دور دفاعي، وكانت المحله واخده منك نص الملعب كليا. فانت فين بصمتك انت كمدرب؟ طب بتلعب انهي استراتيجيه؟ طب كرات عرضيه بتدخل الونجات للقلب وتخلي الباكات تطير وتلعب كرات عرضيه؟ لا. طب بتلعب من العمق بتحاول تلعب بتشبات ورا المدافعين وتحاول تقدم المدافعين عشان تلعب ورا ضهرهم؟ برضه لا. موسيماني الجمله الوحيده اللي بيعملها ان بيخلي قفشه او الصليه يمين ناحيه الشمال ويلعبوا او يجمعوا اللعب ناحيه الشمال ويلعبوا كره طويله ناحيه اليمين لحسين الشحات. وحسين الشحات الكره بتيجي عنده يا اما بيعمل ميس باص ويضيعها يا اما بيحاول يرقصها وبرضه بيضيعها. فالاهلي بيبين لك ان هو طب فين؟ فين المسكه؟ طب الاهلي وحش ولا حلو؟ انا لحد دلوقتي شايف الاهلي وحش. لحد دلوقتي شايف ان الاهلي مع موسيماني تحت قياده موسيماني وحش. ايام فايلر وفي عهد فايلر كنا بنشوف الاهلي بينزل ان الميت ونام الميتون. انا جبت جون، جبت اثنين هدوس على وشك وجبت ثلاثه واربعه. في الايام اللي فاتت كنا الاهلي بنقول الاهلي الشوط الواحد. انه بيلعب شوط واحد بس، سواء الشوط الاول او الشوط الثاني، ولكن الايام دي بنشوف الاهلي ولا بيلعب شوط اول ولا بيلعب شوط ثاني. غزل المحله حرفيا مسكوا الاهلي النهارده غسلوه. فريق زي غزل المحله متكتل دفاعيا وعارف يقف صح، مش هقول لك مقفل صح، لا ده اللعيبه بس واقفه بطريقه منظمه وواقف بطريقه صحيحه، ادى ان الاهلي مش عارف يختاركم. الاهلي مش عارف يتقدم لقدام. لو الاهلي قدر يضغط شويه على لعيبه المحله ويفك التكتل وما يخليهمش بس واقفين صح كان قدر يسجل، ولكن النهارده ان لعيبه المحله تبقى واقفه صح بس قدام لعيبه الاهلي والاهلي مش عارف يخترقوا، دي مصيبه في حد ذاتها، دي مصيبه. كده الاهلي لو قدامه اي فريق واقف صح ومتكتل صح واقف كويس جدا وقافل دفاعاته كويس، لا مش عارف يخترقوا. شوط اول غريب جدا 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 من موسيماني، ادى ان تخرج الشوط الاول 1-0 1-0 بسبب اللي ربنا كافي غزل المحله بال 1-0 دي، ان غزل المحله مقدم شوط كويس جدا ربنا كافئه وقال له خد جول. وحتى الشوط الثاني انت نزلت بتغييرتين
خرجت رمضان بيكم ونزلت محمود وحيد، وخرجت طاهر محمد طاهر ونزلت وليد سليمان. طب وليد سليمان هل دي مباراته؟ هل دي مباراه وليد سليمان في ظل التكتل ده كله؟ وليد سليمان هيقدر يعمل لك حاجه؟ وليد سليمان نزل اكنه ما نزلش، هي ولا قدم اي حاجه تذكر، ولا اي ولا شوط على المرمى ولا ثرو ولا بينيه ولا اي حاجه. محمود وحيد نزل برده زيه زي رمضان بيك، على الاقل محمود وحيد كان بيحاول يتقدم نوعا ما شويه ويرفع عرضيات. احنا الشوط الثاني بعد ما موسيماني خلاص ما بقاش عارف يخترق غزل المحله، قد ان هو انا هعمل اهطبش، انا هبتدي اطبش وابتدي اعمل اي حاجه في ارض الملعب يمكن تيجي معايا. في ماتش المقاولين اللي الاهلي قدر يعمل ريمونتادا في الشوط الثاني يكسب 3-2، موسيماني عمل حاجه خزعبليه جدا، ابتدى يسحب من نص الملعب وابتدى يدي في الهجوم، نزل صلاح محسن ونزل مروان محسن ونزل محمد شريف ونزل ولتر بوليان، كان بيلعب باربعه مهاجمين زي ما عمل النهارده، بدل ما كان بيلعب بواحد مهاجم بس بقى يلعب بثلاثه فراوده. هل الثلاثه فراوده اللي انت نزلتهم دول في كوره وصلت لهم؟ لا. لماذا بقى؟ لان انت خرجت كل اللعيبه اللي تقدر توصل الكره للمرمى، خرجت السليه وخرجت محمد هاني وطاهر، يعني انت خرجت كل اللعيبه اللي ممكن تديك حلول وسبت حسين شحات في الملعب، خرجت كل اللعيبه اللي تديك حلول وسبت حسين شحات في الملعب، وغازي محله كان اصلا واخد منك نص الملعب بخروج عمرو السليه، خد نص الملعب اكتر، خد نص الملعب اكتر. وغزل المحله لو كان فيه شويه بدني واللعيبه لو كانت شويه بدنيه في نهايه المباراه كان قدر يكسب الاهلي 2-3 بسبب الهجمات المرتده وسبب فتح الدفاع الرهيب اللي عمله موسيماني. موسيماني لحد دلوقتي ما اقنعنيش، موسيماني لحد دلوقتي لحد ما جه الاهلي ما لعبش غير 3 ماتشات، الوداد في المغرب والوداد في مصر وفي تكلاب في الكونغو بس، وشوط واحد بس قدام الزمالك السنه دي في الدوري الدور الاول، ماتش اللي لسه كسبانه من اسبوعين 2-1. الشوط الثاني برده ما قدمش اي حاجه، وكان في فترة الاهلي الشوط الواحد. جينا الوقت الاهلي ولا فترة شوط واحد ولا شوط تاني ولا تالت ولا رابع. هنتكلم برضو في حتة صغيرة عن التحكيم، زي ما اتكلمت امبارح عن جاب جريشة لازم نتكلم النهاردة عن محمد معروف. في ضربة جزاء الاهلي. محمد هاني ضربة جزاء صريحة. ما رجعش اصلا للفار. لماذا؟ مش عارف. طب الفار على مزاج الحكم اللي في ارض الملعب ولا لما بتوع الفار بيقولوا له ارجع فبيرجع؟ طب لو ما رجعش لو الحكم بتوع الفار قالوا له ارجع للكوره وهو رفض، هل في عقوبات على ده؟ النهارده الاهلي ليه ضربه جزاء كان ممكن ضربه الجزاء تغير شكل الماتش، ضربه الجزاء دي ممكن تغير شكل الماتش، كان ممكن يخش يحط التعادل، كان ممكن يكسب فيها في نهايه المباراه. اتمنى في المباراه اللي جايه سواء اهلي او زمالك او فريق الخصم اللي بيلعب قدامه ادي لكل واحد حقه. الاهلي عنده ضربه جزاء اديله ضربه جزاء، الزمالك ليه ضربه جزاء اديله ضربه جزاء، الاهلي عليه ضربه جزاء احسب عليه ضربه جزاء، الزمالك عليه ضربه جزاء احسب على الزمالك ضربه جزاء. هو الاهلي والزمالك مش ممتلكين الكره في مصر، الاهلي والزمالك مش هم كل حاجه في مصر، لا في فرقه ثانيه بتنافس عادي، في فرقه ثانيه بتلعب في الدوري عادي اديله حقوقهم، ولو الاهلي والزمالك ليهم حقوق اديله حقوقه. ليه بتفخس بالزمالك او الاهلي حقوقه؟ ليه؟ اتمنى التحكيم المصري يتحسن، التحكيم المصري ترشيت منه مسخ حرفيا مسخ في الايام الاخيره. الاهلي مع موسيماني مش كويس، ولكن برضه في حته صغيره لازم اتكلم عليها قبل ما انهي الحلقه، محمد الشناوي. محمد الشناوي انا بقيت احس ان محمد الشناوي واقف في المرمى مغرور. واقف في المرمى في ثقه زياده قوي عليه، اللي هو انا واقف انا مش هاممني. انا واقف كده كده هشيل الكوره، بتشاط عليا هشيلها. دي حاجه مش كويسه. لان في ماتش الجون هتلاعب عليك فاول دخل جون. النهارده شوطه بره منطقه الجزاء دخلت جون. ماتش اسمها غلطت غلطه دخلت جون وخسرت فريقك. موسيماني الشناوي لازم الماتشات الجايه يراجع نفسه شويه، لازم يراجع. مش شناوي حارس كبير وحارس ممتاز وحارس مصر الاول وكل الكلام ده، بس الغرور هيغرقك، الغرور والثقه الزياده على اللزوم هتغرقك. بس في الاول والاخر الكره هيعرف مباراه الاهلي وغزل المحله، قول لي رايك انت في الكومنتس، ومبروك لكل جمهور المحله الكبرى وجمهور غزل المحله، قول لي رايك انت في الكومنتس في المباراه، وقول لي كمان رايك عن موسيماني، هل موسيماني يصلح للاهلي ولا ممكن تكون نهايه الموسم موسيماني بره الاهلي؟ وقول لي كمان رايك، هل موسيماني ممكن ياخد بالاهلي ممكن يخسر مع موسيماني الدوري في النهايه، ولا كالعاده الاهلي ياخد الدوري في نهايه الموسم؟ قول لي رايك في كل الاسئله دي في الكومنتس، وقول رايك في المباراه. ولاول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكمل معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.